في خطوة وصفت بأنها تضييق خناق على حرية الصحافة والتعبير في السودان، مصادرة جماعية نفذتها السلطات السودانية ل14 صحيفة دون إبداء أي أسباب واضحة، الأمر الذي وصفه صحفيون بأنه تكريس لتقييد الحريات وانعدام الديمقراطية. التضييق على الحريات بلغ ذروته، بلغ حتى أن أجهزة الأمن التي تصادر والتي تمنع والتي تنتهك الحريات فقدت توازنها. في تقديري ما حدث اليوم مصادرة الأجهزة الأمنية ل14 صحيفة سودانية حدث كبير لم يحدث في تاريخ السودان مطلقا. لم تصدر السلطات المختصة أي بيان يشرح أسبابا مفصلة لمصادرة الصحف، إلا أن وزير الإعلام السوداني دافع عن الخطوة، أقال إنها تنفيذا للقانون منعا للموضوعات التي تضر الأمن القومي وتثير الفتنة بين مكونات المجتمع. من حق قانون الأمن أن يتدخل إذا رأى أن هنالك تهديدا للأمن القومي الاقتصادي الاجتماعي السياسي أيا كان، ما يثير الفتنة، ما يثير البلبلة، ما يثير إلى من حقه أن يتدخل. وقفة الصحفيون كانت أقل من المتوقع مقارنة بالحدث الذي رفضته المنظمة السودانية للحريات الصحفية واعتبرته جريمة في حق الصحافة، وطالبت العديد من المنظمات السلطات بالتعامل من خلال قانون الصحافة والمطبوعات ووقف الرقابة القبلية من قبل السلطات الأمنية. احنا أسفنا أسف شديد لأنه هذا العدد حدث، وكان فيه مصادرات وكان فيه إيقاف، ولو أنه مؤقت يعني الصحف هتصدر. وظلت الصحافة السودانية تشتكي من حملات الرقابة وتقييد مساحات التعبير، وقد شهدت السنوات الأخيرة العديد من عمليات وقف ومصادرة الصحف من قبل جهاز الأمن السوداني، ما جعل السودان في المرتبة رقم 172 بين 180 دولة في تصنيف مراسلون بلا حدود العالمي لحريات الصحافة. مجزرة الصحف السودانية عندما أطلق عليها متداول الخبر في وسائل التواصل الاجتماعي، فمصادرة أكثر من 10 صحف حدث أقل ما يحدث، فإن الجديد ستحمله وقفة العاملين عليها. سبع سنين الغد العرب القطر.